ايطاليا نهزت شهر ديال اكثر من شهر ديال الحجر الطبي. عدد الوفيات وصل من 21 فبراير لغايه اليوم اكثر من 6678 وفاه. عدد المصابون اكثر من 64000 مصاب. اليوم فقط الى غايه الساعه الخامسه كانت 320 وفاه. بالفعل انخفضت وتيرة الوفاة من حوالي 3 ايام، هذه انخفضت الوتيرة ديال الوفيات، ولكن هذا كان بفضل القرار الذي جاء متاخرا، واحد القرار صعب ديال انهم يسدوا المعامل والمصانع وكل شيء، تبقى غير الصناعه الغذائيه والصناعه الصيدلانيه. هذا من جهه. من جهه اخرى غنركز على نقطتين. النقطه الاولى كمهاجرين بايطاليا كنعيشوا واحد الضغط نفسي رهيب، كون اننا بعاد على الاهل ديالنا. حاجه اخرى اننا حنايا كمهاجرين هنايا كتشوف في صحابك في زملائك كيتوفاو او كيتصابوا بوحدتهم، كيبقاو بوحدتهم في المستشفى، ما يقدرش الاهل ديالهم يزورهم. بالنسبه لخوتك المسلمين كيموتوا، ما يقدروش الاهل ديالهم يتوادعوا معاهم، ما يقدروش يتسامحوا معاهم، كيدفنوا بوحدتهم وكيتصلى عليهم من طرف ثلاثه او اربعه ديال 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 الناس. لهذا نصيحتي الله يجازيكم بخير، الخطا اللي وقعت فيه ايطاليا هو انهم ما احترموش الحجر الطبي كما ينبغي. الناس سافرت من الشمال للجنوب داو معاهم الوباء الاهالي ديالهم، اكثر من 15000 واحد اللي مشات للمدن الجنوب وداو معاهم العدوى. لهذا الله يجازيكم بخير، نستافدوا من الاخطاء اللي وقعت، سميتو يستافد المغرب من الاخطاء اللي وقع. كنقول انا المغاربه خوتي احبابي الله يجازيكم بخير، بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، من صالح بلادنا ما توصلش لهذا الشيء اللي وصلت ليه ايطاليا. الله يبارك لكم في صحتكم والله يرفع عنا هذا البلاء. شكرا جزيلا لموقع انفاس بريس، والسلام عليكم ورحمه الله.